benino ala kan kinebe minambolo ole 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 ole. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم استوديو الرياضه لياتيكم على المباشر عبر نوميديا تي في. في عدد اليوم سنتحدث عن نهايه حسن حمار من على راس وفاق سطيف. حسن حمار يعتبر البعض واحد من اكبر رؤوس الفشل، فشل الاحتراف في بطولتنا، وحسن حمار ليواجه ثوره جماهير الوفاق لطلبوا برحيله وحديث عن قدوم شركة وطنية لتسيير وقيادة النسر الصيفي. سنكشف مع بعض في هذا العدد عن بعض أسرار من مخطط الكوتش جمال بالماضي قبل كأس إفريقيا للأمم. سنتوقف بطبيعة الحال عند الدربي العاصمي الذي انتهى منذ قليل بنتيجة تعادل هدف لهدف بين المولودية وشباب الوزداد، الشباب الذي يقترب من الرابطة الثانية. سنعود كذلك عن قضية لم تنتهي ولن تنتهي بسهولة، قضية ديون اتحاد عنابة وثمن اللاعبين المدينين لاتحاد عنابة. مواضيع ونقاط أخرى سنناقشها رفقة ضيوفنا في عدد اليوم، والبداية بالرئيس السابق لشباب باتنا اللي شرفنا اليوم فريد نزار. مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الدعوة. يحضر معنا كذلك واحد من بين اللاعبين السابقين لاتحاد عنابة المدينين لاتحاد عنابة فخر الدين بوزيدي، اللاعب السابق لاتحاد عنابة لمولودية العلمة، اللاعب الحالي لفريق الجليل الأردني. مرحبا بك فخر الدين. نشكركم على الدعوة. في الجهة المقابلة رفيق وحيد، مرحبا بك. شكرا محمد، مرحبا بالضيوف الكرام والحاجة معنا ضروات اليوم. وحاج عدلان العائد لنا الحاج، مرحبا بك. الخير محمد، تحية ريادية. برد شوية، وين كنت الحاج؟ أنا مش بعيد على هنا. ماشي بعيد على هنا. أنا ماشي بعيد. إذن كما قلت، بعد حناشي، بعد عمر غريب، بعد ربما أبو حفص، والقائمة طويلة. حسن حمار في طريقه كذلك للخروج من الباب الضيق من رئاسة وفاق سطيف. أكثر تفاصيل في هذا التقرير للزميل سمير بادي. الضغط يولد الانفجار، الشارع الكروي يكون أحيانا صاحب القرار. موعد رحيل حسن حمار عن بيت الوفاق اقترب، مشاكل تفاقمت وبيت نوشك على الانهيار. على كلمة واحدة التفت جماهير الكحلة والبيضاء، مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، فالكل سئم مرارة الانتظار. لما سمعنا عن هذه قضية وفاق السيف، هي قضية هم العام والخاص، تعرف بلي هي مش قضية إنسان أو مناصر، هي قضية عمومية. جينا احنا نتحقوا بأنفسنا باش ما نكونوش يعني ما نغطوش في حق اي انسان، احنا كنا متواجدين مع بعض الانصار، يعني عندهم يعني مطالب، كانوا يقولوا باللي حنايا نطالبوا يعني بتنحيه الاداره. امام مقر بومرش اجتمع عشاق الوفاق الصيفي وهم على يقين ان مشكله الفريق لم تعد في النتائج، فجراح النسر الاسود لن يشفى الا برحيل من كان سببا فيه. هو اللي سمع الاسم من ياسوك للمدربين للمناصرين للرؤساء وسع الاسم. وحال الوقت يعني لتغيير ربما السياسه هذه ما نفعش، لانه يعني لما تتكلم يعني مع لاعبين يوليو يعطيو لك دي زيكسكيز، يقول لك بلي حنايا ما نقدرش نلعبوا، وكل اسبوع تلقانا يعني مشكل مع لاعبين، تعرف بلي فيها يعني بلي مش يعني في طريق صحيح. وحنا دائما يا اخي نتمنى ان شاء الله الخير دائما للوفاق السابق. اسبوع ساخن ينتظر الوفاق في عز ايام الشتاء، والجماهير تتطلع لبزوغ فجر جديد بلا حسن حمار. والكل ينتظر من مناصرين ومناصرين كرة القدم الجزائرية أيام أفضل لوفاق سطيف. رفيق، اليوم شفنا كما شفنا في الصور جماهير عريضة خرجت للمطالبة برحيل حسن حمار من رئاسة وفاق سطيف. البعض تكلم على رحيل كل الإدارة، إدارة وفاق سطيف. هل هي نهاية حسن حمار؟ لا، هي نهاية ربما كل رؤساء النوادي المسمات محترفة، المسمات يعني زورا وبهتانا محترفة. ما حدث اليوم أعتقد بأنه مجموعة كبيرة من أنصار وفاق سطيف، وهو فريق كبير طبعا، اقتنعت بأنه حان الوقت للتغيير. فريق كبير قبل حسن حمار يعني؟ لا، يبقى فريق كبير كما قال رشيد بن طالب فوق الجميع، يعني فوق الجميع. على حمار، على سرار، على بن طالب، على رفيق واحد، على كل الجزائريين، انه فريق عريق، فريق عنده القاب. لكن قلت انه الانصار اليوم اقتنعوا بانه
يجب طي صفحة الرؤساء الحاليين. دخلنا مرحلة جديدة، احتراف منذ 2010 ولكن كان احتراف فاشل. جزء من المسؤولية يتحملها رؤساء النوادي مثل حسن حمار لأنهم عمروا في مناصبهم دون أن يقدموا الإضافة المرجوة منهم. فشل الاحتراف عنده أسباب متعددة، كاين هناك يعني ما يعني أسباب ربما اقتصادية، أسباب رياضية، أسباب تتعلق بالكفاءات، بسوء تسيير، أسباب قوانين، ولكن جزء من المسؤولية اللي يعني تبان يعني على الوجه هي مشكلة الديون. كي نتكلموا على الاحتراف بالطبع الجديدة تاع الألفية الجديدة بهذا الرؤساء، ماذا قدم هؤلاء للنوادي؟ أعتقد أنه جميعهم يتفقون على شيء واحد وهو الدعم المالي، سواء من الولاية، من الدولة، من رئاسة الجمهورية، من الشركة الخاصة العمومية. الطرح المفهوم الوحيد أعطونا الأموال وإحنا نتصرف، ونحن نسمي أنفسنا أندية محترفة. النوادي المحترفة لا تسير بهذه الطريقة، أعطونا أموال وإحنا نرجعوا الناس أثرياء وإحنا نرجعوا عندنا أسم و... إيكوتي رانا في الاحتراف بالشركة بالنظام اللي تم يعني فرضه، وهو الاستراتيجية تاعك هي اس اس بي، يعني شركة خاصة قلناها مثلك مثل أي شركة أخرى. إحنا في الرياضة نمارس الرياضة، يعني شركة يتمارس الرياضة، دبر راسك تمن تجيب الموارد المالية تاعك على الأقل. أقل شيء أعترف بأنه أهم المداخيل ربما ما يش تعطيك الأموال اللازمة هي البث التلفزيوني، الملاعب، وش تبيع من الماوي تاعك باسكو كاين كونترفاسو. هذا بلا ما نتكلمش على تبيع لي جوال باسكو لازم لك برنامج وعمل وحنا ما يخدموش، لو مينيموم هذا. يعني التفكير منعدم لدى حمار ولدى كل رؤساء النادي، ما عنده حتى يعني قدرة على أنه يبتكر ويجيب حاجة للفريق تاعو. بالتالي بسياسة حمار دي سيفري للوفاق دا ألقاب قبل حسن حمار، أنه أعطيني الأموال وأنا نتصرف فيها، يقدر محمد بوخمية، يقدر فريد نزار، يقدر فخري الحاج، أنا نتصرف فيها. شيء سهل جدا. لذلك نقول كي يشوفوا أنصار وفاق الصيف بأنه النوادي اللي بدأت فيها الكبيرة راهي تمشي على ما حدث في 77 في الإصلاح الرياضي، المولودية عندها شركة، وبالعباس عطاوها سبونسور، تلمسان عطاوها سبونسور، سياسي عندهم شركة، سيربي جات شركة. الجانب المالي اللي خلى الفوتبول جي اونوتاج هو الديون، يديروا دي كونترا ويمدوا دي سالير فوق الإمكانيات تاع النادي. بيان سور محمد لا. انت حسن حمار قعدت فيها لا. ما تجيب دراهم، ما تفكر، ما تخدم الكفاءات، وحكيم الكلب واحد خدمة الفريق، ربما خدمة الفريق. هذا الطرح اللي يقوله كامل خدمة الفريق. خدمة الفريق. حاج عدلان، باش نبقى فقط مع الأحداث اللي صارت اليوم في سطيف وخروج الأنصار، ثورة الأنصار وفاق سطيف للمطالبة برحيل حسن حمار، يعني شحال اليوم كي شفت هذوك الصور، يعني قلت شحال اللي عياو الناس تكذب على المناصرين. صحيح انه احنا ضد انه المناصرين هو يحكموا في تسيير الفريق، لكن المناصر الجزائري يعرف واش راهو صاري في كره القدم الجزائريه ويعرف مليح. محمد جوستومون لا كيستيون اللي قعدت نبوزي فيها مع روحي، قلت هذا شحال يعيا يكذب على الغاشي، سورتو لي سبورتور تاع فاق سطيف. تصور انت مؤخرا برك محمد، مؤخرا خرجوا زوج لاعبين، وشكون جابوا بدران وجحنيت بدران مؤخرا قبل ما نلحقوا البدران، خليني بدران جابو جحنيت، هادو دو بور برودوي تاع فاق سطيف. لما هادو خرجوا من روحهم باش يريفولت الكلام تاعهم محمد، عرف باللي الدعوه راهي شاعله. هاد الزوج ما يقدروش، ما كاش زوج اللي يقدروا يخبوا على الفريق تاعهم كيما جابو جحنيت. سي دو بور برودوي، زوج صيفيه ولاد الفريق، وانت شحال تاعي تخبي. انا سمعت ودينا مو يقول، هو حمار يقول لهم الناس راهي دير في ليبيلون، يهضر على لي سبونسور، رانا فان داني هم يديروا في ليبيلون، نستناو حتى البريمي تريمست تاع شهر تاع العام 2019. الناس راهي عنده فاميليا يوكلها، عنده يماه بابا، عنده خوته. سمعت نادي في اوروب يقول لك الناس دير في ليبيلون، ما تقدرش تهضر هذا الكلام هذا يا محمد. دوك انت السؤال اللي طرحته، الانصار دايرين بالصغيره والكبيره، يقدروا يصبروا عليك، يا با بروبليم. كيما الوفاق هذا العام جازوا مرحله وين ما كاش النتائج، شفت انت الوفاق كيما هذا العام يخسروا لي ماتش ادوميسيل، خسروا بزاف ادوميسيل، ومن بعد تكون سلسله هكذا تاع نتائج ايجابيه. دنيرمون برك شفنا كيفاش تكاليفيو لاكوب دالجيري، سي البالاريتي بدران اللي تكلم عليه بدماغ تري ديفيسيل. الناس تشوف وتميز، الناس راهي تاناليزي، ماهمش راقدين. اليوم يتكلموا يقولوا
ما راناش حابين القاب، يعني ماشي ما راناش حابين القاب، يعني شبعنا القاب وفاق سطيف شبعت القاب حتى قبل حسن حمار، لكن اليوم حبينا فريق تاع الصح، حبينا فريق فيه تسيير يعني في المستوى. لو سمحت باختصار بك، لو سمحت، واش قالوا الانصار محمد؟ قالك حبينا تغيير المنظومه اللي راهي تسير. هادو هم على بالهمك واش صايرين، ماهمش يهضروا غير على حمار، منظومه تاع تسير. شوف ولما فريق ما طلعش فكره، لما تكلم على منظومه هما مديرين باللي كان واحد اللي يسير. قبل رفيق تكلم على العالم احتراف، خرطي ما كان العالم احتراف ني والو، كان واحد راه يسير هو حسن حمار كما صرات كاع في الكلوب. فريد نزار ربما عكس يعني القرار اللي خديتو نتا لمغادره الشباب باتنا، ما كانش رؤساء يعني يعرفوا يخرجوا في الوقت المناسب، يخرجوا من الباب الواسع، يعني لازم يخرجوا من الباب الضيق، لازم بعد الجمهور انه يقول لك روح للدار باش يروحوا للدار. هذوما نظن باللي يعني انا نعارض يعني في الكلام تاعك الاول انه حمار هو يعني نقولوا باللي الفشل تاع الاحتراف تاع سوليداريتي بين رؤساء الانديه بطبيعه الحال. انا نظن باللي مشروع الاحتراف هو اللي راهو فاشل، ولهذا يعني ولدت لنا هذ الرؤساء اللي اليوم الجماهير صبحت تتكلم باش يمشي. ونظن باللي ايضا كاينه حاجه في البطوله الجزائريه، وهو اصبح المناصرين هما اللي يحبوا ياخذوا القرارات في وسط الفريق. رؤساء الانديه اللي وصلوا لهنا، نظن ايضا ان رؤساء الانديه هما اللي وصلوا لهنا. ان حمار ما نقدروش نقولوا عليه الفشل، لانه كانت الفريق من 2012 اليوم يعني سجل عده القاب. شو الألقاب كانت قادرة تكون يعني في كل مراحل الكرة الجزائرية، كان الألقاب 76 كانوا مولودة وأربعة كانوا ألقاب. الألقاب هي الشجرة التي تغطي الغابة. ما ليش نقول لك ما كاش عنده فريق، ولكن قلت أنت المشروع اللي تقدمه لازم الفريق باش يكون يعني لونجيفيتي تاع النتائج، لازم يكون فريق مهيكل. آخر مرة سمعت قال كي كان اليوم في لاكريز لي ديريجون اللي يجوا معايا، شو لا فو دير بلي لي ديريجون ما كانوش يجوا معاك، انت كنت وحدك. الفريق يقدر يحقق القاب، الوصول للقمه سهل، الصعب انك تبقى في القمه. لماذا اسمح لي خليني نكمل لك الطرح تاعي. روح لمصر وروح للمغرب وروح لتونس اللي قدامنا، لماذا النوادي المسمات كبيره وهي كبيره فعلا تبقى كبيره، تبقى كبيره وتلعب الالقاب القاريه على الدوام، لأن على الدوام لانها مسيره بطريقه محترفه. واش تقول لك لا فيفا؟ لانهم محترفين، عندهم الناس، عندها لي كومبلكس وعندها الاطارات تاعها وعندها الاورغانيغرام وعندها الكفاءات. تصيب رئيس النادي على شكل يتكلم، هي يتكلموا في تونس والمغرب ومصر، انا نقول غير اللي قدامنا يتكلموا على الجانب الرياضي. وفاق سطيف كان عنده، وفاق سطيف عنده كل امكانيات يعني باش 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 يدير فريق محترف يتم على الكريم. يعني انا نقول لك باللي اليوم ما لازمش يعني نديروا كل الفشل على حمار، لان لا هو جزء من الفشل، هو جزء من الفشل. حمار نجح في 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 سنوات مع وفاق سطيف وسجل القاب، ونقدر نقولوا باللي انه فريق وفاق سطيف مهيكل احسن من بعض الفرق. وايضا لازم نتكلموا، لازم نتكلموا ونقولوا باللي وفاق سطيف ايضا كان يحتاج شركه، يحتاج شركه وطنيه اللي تجينا. وفاق سطيف ما مشاتلوش شركه، اليوم شفنا النوادي مشات لهم شركات. وفاق سطيف كان هو الاحق منهم. شركه رفيق راح المفروض انه ما راحش، ولكن نقول لك في وفاق سطيف حمار انه استولى على ايضا استولى على صلاحيات رئيس مجلس الاداره، لانه الرئيس الفعلي في وفاق سطيف هو عز الدين عراب. القانون ما يسمحش للحمار باش يكون هو في الواجهه، لانه هو رئيس النادي، هو اللي يحيي وهو اللي يقتل في وفاق سطيف. ما عندوش حق باش يسير، وهادشي اللي يرفضوا جمهور وفاق سطيف يسير فرع كنت قادر. عز الدين عراب راح نسمعوه في خصوص يعني قدوم الشركه لوفاق سطيف. قدوم الشركه اللي من دون شك راح تنهي البريكولاج في وفاق سطيف. نستمع عز الدين أعراب في هذا التسجيل الهاتفي. يعني عندنا اجتماع عادي تاع مجلس الإدارة لي كما هو معلوم انتهت العودة تاعو، وكان الاجتماع النقطة الأولى فيه هي انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتعيين المدير العام، ويعني الإعلان بفتح رأس مال الشركة لشركة رأس مال النادي لشركة وطنية عمومية أو خاصة في حدود 67%. لكن يعني لما حضروا الأعضاء كان غياب المحضر القضائي، ولا هذا الاجتماع يعني ألغي. وفي نفس الوقت يعني شفنا يعني الجماهير المناصرين
جاو يعني الى عين المكان وكانت عندهم يعني احتجاجات، وحنا نشوفوا بلي الاحتجاجات تاعهم يعني حقيقه يعني كاينين مناصرين انا سمعتهم يطلبوا برحيل حمار، كاينين مناصرين طلبوا برحيل الاداره يعني ككل يعني باش الانسان يكون يعني صادق. أول لازم يعني تغيير إداري، ويعني الحل الوحيد كما قلت هو يعني لازم تكون هناك شركة لأن المشاكل المالية يعني وصلت إلى الذروة، وعندنا حاليا انفلات مالي خطير، لابد يعني باش نتجاوز في البوادر، ويعني كل ذلك هي في يعني تقول بلي ان شاء الله جاية شركة اللي تقوم بزمام امور نادي الفرق. والوفاق يبقى في انتظار الشركة لتأخذ بزمام الأمور. تكلمت على ربما رفيق في البداية حملة تصفية ل يعني الناس اللي كانوا جزء كما يحب فريد نزار جزء في فشل مشروع الاحتراف، يعني الكل يسير بأموال، كل أندية يعني تسير بأموال الدولة. اليوم جاء الوقت أنه الدولة، بما أنه الكل يسير بأموال الدولة، يعني جاء الوقت أن الدولة هي تأخذ أمولها. زمام الأمور وتستثمر في أشياء تصلح لكرة القدم الجزائرية. أكيد محمد قال السي فريد نزار وهذا الكلام نتوقف فيه وعنده الحق. مشروع الاحتراف حبيت تعقيب كذلك على عزينارة معليش، كاين مشروع الاحتراف انطلق خاطئ يا ناس، يعني المشروع كل ما كانش يقدر ينجح حتى وتروح تكلمنا عليها بزاف. لا 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 ماشي تكلمنا عليها بزاف يا محمد، ما نبداوش من الأخير محمد، نكونوا صراحة. أنا ما نجيش نهضر على واحد جوست يقول لك ميشونسي غراتويت في بارتي حسن حمار كيفو كي رؤساء أندية، ودي لا فيريتي أنا جو دي لا فيريتي، ولكن هو جزء من الفشل، هو استغل الظرف لانه مشروع انطلق خطا، المحاسبه ما كانتش، وهما فاقوا رؤساء الانديه هما دي زاكتور شغل كومسي ام يساهموا عباك لا ماس يتحكموا فيها يا سا سيرفي ا كلكو شوز، يعني في السنوات الماضيه وما كانتش محاسبه. الناس قعدت، هو جزء لانه ما قدرش ولا ما حبش، ما كانش عنده الاراده انه ينتشل الفريق وفاق الصيف ويستغل الظرف ويدير له قاعده ماليه صحيحه ويدير مشاريع ويدير بروجي باش يلحق وقت وين البقره الحلوب يعني تتوقف. يعني مرافق الاحتراف كانت حتى 2018 ابري 2018 واش حديروا الدوله قتلهم 2018 سي بون، بصح واحد فيهم ما توقف. واحد فيهم دار مشروع اون فوا نهار اللي كان راه بيزون فيدراسيون تشفاو وما كانش عنده الحق، تما دار اجتماع حبوا يقولوا ديروا بلافونمون تاع لي سالير اي سيتي فو، شركه ما ديرهاش بلافونمون كان قادر يكون حل. يفالي يديروا هو بلافوني لا ماس في النهايه، فري وفو فري وفو، يعني جا واحد من برا يسيب لك حل المشكل تاعك انت. انت عندك ديون، شركه عندك ديون، لو كان ما جات شركه تاع الفوتبول كان غلقت، وكان غلقت الشركه صحيح. هما زهاو قانونيا يعني تغلق ولكن اليوم اسمح لي سي نزار اسمح لي نكمل لك. واش قال حماش في الحمار اللي كان يعني من الناس اللي رفضوا رفضا قاطعا، انا ما عنديش بلافونمون، شنو رفض يا سي حمار؟ تقادر لا اسمح لي، انت عندك شركه خاصه، هذا هو الطرح نعطيك نبسطها لك، تجيب خدام تدخل 20 مليون، تجيب خدام تقول له نعطيك 40 مليون وانت ما عندك شركه خاصه، ويجي واحد يقول لك لوجه ربي يا ودي انت ما تقدرش، اعطي له 10 ملايين وخلي لا نبدلو 40 مليون ما تسالوليش، انا شركه خاصه صح نطبق عليك القانون لا ما تطبقش على القانون سي مدح بالفوتبول، وجيت نعاون ماكش تعاون بدراهمك بصوردك، عندك انت اعلى ماس 6 مليون في الشهر، سوني با نورمال، راك تدخل لي الشك. انا نقول لك صراحه انا كي حمار كي كل الرؤساء، تكون انت رئيس نادي نهضر عليك سي نزار، انا اليوم استغلوا الظرف رؤساء النوادي اللي عنده لا ماس 6 مليار وعنده الديون وشاك فوا يقعد، انا اللي كونتر جوار في في فيها وعليها، انا نحط يعني يدي في المصحف بلي كل اغلب رؤساء النوادي انه يغونفلو في لي كونتر تاع جوار ويدوب على لي جوار تاعهم، سي بور سا الاحتراف فشل. المشكل اللي قال عز الدين عرب يقول لك عندنا مشكل مالي وتجينا شركه، علاش تجيك شركه؟ علاه يا عز الدين يا عرب تجيك انت شركه بريفي وتعطيك الدراهم وتسيرها؟ خلونا يا ناس، على بالك تقولش نفتحوا راس المال الشركات يا اخي الانفستيسمون، افتح راس المال الشركه يجي يعطوك الشركه باش انت تدير في اريحيه ماليه. شغل عمر غريب اسمح لي معلش راح يجاوبك عمر غريب، صورات راك تخرج منها شوفوا بها، صورات راك هي مالك اسم تخرج منها باسكو صورات تقدر توقيلك وتجيبك وتولي سبونسور باش نولي نتحكم في الابواب. يا بدي انا نجي نسيرها بابا نوال
انا جي سيره انت كي ما حبيتش يا حسن يا حمار قلت له ما تبلافونيش وخلي ودرت 6 مليار وفوق الامكانيات تاعك اكثر من 6 ملايير اكثر من فشار. يا يا شيخ انت راك جيستيونير جيستيونير عندك شركه بريفي ما قدرتش تروح معها بعيد واش معناتها انت يا عندك 50 مليار وتصرف 100 مليار وما تغلقش الشركه تاعك لان الدوله تعطيك دراهم فسرها لي واش معناتها فريد نزار وتعقيب كذلك على واش قال عز الدين عرب من فضلك نظن باللي حتى يعني ما لقيناش الحل بالشركات اللي قلنا باللي راح نجيبوا شركات لان هاد الشركات استوردوا حتى هما رؤساء سابقين وقالوا لهم سيروا هذا المال العام وحنا حنا وحنا خليونا نظن باللي حتى شركه تاع سوناطراك ماهيش تدخل فوائد من كره القدم لان قاعده تصرف في اموال لان ماهيش تدخل فوائد يعني راهي تصرف كل واحد راه يصرف وكل واحد يصرف على حسب واش راه كاين كاين عنده كاين اللي سيني البوند كوموند برك ويطلب واش بغا وكاين وهذا هذا نقول باللي ميم حتى هذه الشركات سواء الخاصه ولا العموميه اللي مشات للنوادي ما جابتش الحل بل بالعكس استوردت رؤساء نوادي اخرين وقالت لهم اصرفوا انتم وبعد ثلاث سنوات اربع سنوات راح نزيدوا نلقاو هذه الشركات ايضا طرح سؤالك رئيس نادي معليش فخرتنا فخرتنا نسمعوا رايك معليش صاحبنا فخري ما يزعفش علينا انت رئيس نادي فهمت يعني رئيس نادي يعطيكم لي سبونسور انتم شركه خاصه وش هو المانع نتكلم عليك رئيس نادي ونتكلم على كل رؤساء النوادي اللي ما يصرف حتى حدا نجيبهم با دراهم البايلك دراهم الشعب وش كان المانع انه لي جوار عندك ديك 200 مليون ودي 80 مليون يعني نتكلم عليكم كاع وهذا المشكل الديون اللي رانا الناس ولا تضحك عليه ده نمتصوه ما عندناش مشكل شنو في دير انا هذا العام صرفت 60 مليار وفوق الامكانيات تاعي العام الجاي صرف 20 مليار جيم دي برو هذا خطا نتاع الرابطه كان من المفروض مش نسقفوا الرواتب من المفروض ان كل فريق يجيب الميزانيه نتاعو وما لازمش تتجاوزوا انتم علاش ما تشوفوش مصلحتك في الجزائريه الرابطه غلطت ما دارش لا دي ان سي جي كان دات لا دي ان سي ما لحقنالهاش الرابطه عندها مسؤوليه خلات الفوضى تعوم مسؤوليه وشكون كونسير دي ان سي حاجه كبيره انا السؤال وجهته ديرو اسعد النوادي دي ان سي جي هذه قاصره لا لي قاصره ولا فاف قاصره وماشي محترفه وماشي محترفين تاع الصح على كل حال قول لي رؤساء النوادي لماذا يتعمدوا يصرفوا فوق الامكانيات تاعهم بدا 200% ما كاينش جواب وين انت نعطيك مثال حي هو انه فريق شباب بتنا في موسمين قبل كان هو اضعف يمد اضعف رواتب في البطوله المحترفه فالنهايه نتاعو كانت سقوط وما قدرش رغم انه كان عنده اضعف راتب يمدوا للاعبين وما قدرش انه يساير الرواتب تاع اللاعبين فخر الدين تاع في البطوله الاردنيه كاين نفس المشاكل هذه ما نشوف باللي ما كاش نفس المشاكل بصح انا حبيت نتكلم حاجه كل واحد عطى لو بوين دو فيو تاعه وانا حبيت نتكلم حاجه الاحتراف هذايا كيبداوه في 2010 هل احنا عندنا في الجزائر البنيه التحتيه اللي نقدروا نديروا احتراف كاين شباب هذوما تاع الفرق هذوما كاين وين يدربوا ما كاش وين يدربوا اذا الاكابر ما عندهمش وين يدربوا يروحوا الملاعب ثانيه يدربوا فيها كيفاش الشاب اللاعبين الشباب يلقاو ملاعب يدربوا فيها القاعده اللي بنى المنشآت تاعها جبت سير برك كيفاش نادي في الاردن ماشي الامور هنا ماهيش مبنيه على قاعده صحيحه دوك نقول لك الرؤساء في الاول كانوا حابين الاحتراف شكون المستفيد الاول من الاحتراف اللاعبين نورمال ماشي اللاعبين انا نشوف علاش ماشي انا مش شفنا انا نشوف انا نشوف الرؤساء الفرق هم المستفيدين المستفيد الاكبر اذا انا رئيس فريق انت تقول انا نحب الفريق وتجي رئيس فريق ونطلب اجره شهريه فوق ال 100 مليون انا ما نحبش الفريق هكا كان انا نحب الفريق كاع نولي رئيس على الفرق كاع تجيبني الفرق كاع نولي رئيس عليهم صرات هاد العام كاين اللي كانوا في فرق وراهو فرق اخرى فخري على بالنا فريق عاصيلي جا جواري رونوفلي وقلت لكم في حصه دوموندا 80 مليون رئيس النادي بروبوزال 160 مليون مولودية الجزائر مولودية الجزائر قاسم مهدي فوالا هاي قاسم مهدي دوموندا 80 مليون باش يرونوفلي عطاو له 150 مليون وداو معاه دو موا محمد رايت صلاة بالك كمل اسمع لي نجاوبك في هذه انا كان لاعب عندها موسمين باش يجي عندي كنت اتفقت انا وياه ب 60 مليون راتب شهري بعد يومين نضاف في فريق تاع شركه عموميه اللي هذا نقولوا بلي نجيبوا شركه فاتصلت يعني به بعدة مرات لانه ما جانيش واش النادي هذا راه النادي من النوادي اللي داتهم سوناطراك في باين معروف ارسل لي بعد يومين وانا نلعب نعيطوا باش يجي لانه اتفقت معاه باش يجي بعد ما جانيش كان يلعب في الاربعه فريق سقط
بعد ارسل لي قال لي الرئيس عندك فاكس بعت لي ارسل لي نسخه من العقد 350 مليون مسنيه ب 160 مليون 160 مليون صباح اور قال لي لا غالب الرئيس انا كنت تفرني والامر الامر اللي هضر عليه الاخ رفيق هذا الامر اللي هضرت عليه كاين منه كاين رؤساء فرق اللي غونفلي ولي صالير اللي جوار باش يدوا معاهم صرات لك على فخر الدين هنا في الجزائر والله العلي العظيم غير صرات لي مره ومنضيتش في هذا منضيتش ما يمكنش نحكي على الفريق في الليله هذيك كنت مع في الليله هذيك كنت مع واحد صديقي لا نقول لك واحد الحاجه اسمح لي ولا ديفوندي لا ديري تاع الفوتبول بصح نقول واحد الحاجه اسمح لي بغيت نقول واحد الحاجه انا في الاول انا في الاول على الاقل جهه انا هذا من الجهه الشرقيه انا في الاول كنت قابل من مولديه العلمه ولا لا انا ما نلعبش هذا الفريق انا في الاول كنت قابل على خاطر ان الصالير كان مدوبلي على الصالير تاعي مي بصح كنت خارج من الجامعه نهضر مع صديق لي اسمه يونس بوطبال كان يقرا يدرس السعوديه قلت له فوالا فوالا والحمد لله هكذا قال لي يا خويا هذا الشيء حرام خوش هذا الشيء حرام الاموال هذو تديهم حرام ما مضيتش في الفريق هذا انايا على خاطرش حرام رحت الفريق واحد اخر مشيت حد عنبه ماشي ما مضيتش في هذا الفريق ما مضيتش فيه وهذا الفريق هذا فريق دركا فريق فريق كبير في الشرق ماشي فريق صغير شباب قسنطينة فريق كبير من 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 فريق كبير راهو في الرابطة الأولى نزيد نحكي نزيد نقول حاجة واحدة أخرى نزيد نقول حاجة واحدة أخرى شوية كيفاش اللي كودر تاعو برك نزيد نزيدك حاجة واحدة أخرى نزيدك حاجة واحدة أنا مختص أنا ندرس في الرياضة ومختص في الرياضة عندي ماستر 2 في الرياضة وإن شاء الله نحضر وقت الدكتورة في الرياضة نشوف باللي أنا يديروا مشروع احتراف بلا بلانيفيكاسيون شيء خطير هذا يعني ما عندك هذا من بني على بطل هو بطل باش نبقاو في الاخبار يعني عزدين عرب تكلم اسمح لي قطعتك نعاودوا نقولوا عزدين عرب تكلم على انه راح يكون اجتماع تاع مجلس الاداره في الايام المقبله للفصل في لترسيم اقاله حسن حمار و يعني تمهيد الطريق لقدوم شركه وطنيه يعني وفتح راس مال كذلك نظن باللي اسمح لي نظن باللي التعقيب يكون انه يسحبوا الثقه من عزدين عرب لانه هو رئيس مجلس الاداره ف حمار هو تاع النادي الهاوي النادي الهاوي هو اللي لازم يدير جمعيه عامه استثنائيه الا كان حاب باش يسحب الثقه من حمار يعني عزدين عرب راه يناقض في نفسه الا كان يدير مجلس اداره باش يسحبوا الثقه منه هو نعم وقبل ما نكمل النقاش تاعنا راح نتوقف مع هذه الصفحه الاشاريه